أستاذ زياد، تعرف إحنا عندنا اتفاقية مع لبنان خاصة الأخيرة اللي أبرمت تحت عنوان النفط مقابل الخبرات. برأيك، وهذا بجنبه سياسية، النفط مقابل الخبرات، شنو الحكمة السياسية من استيراد خبرة لبنانية للعراق؟ اللي أعرفه اللي استوردنا كشيء سياسي هو ثلث المعطل اللبناني، يعني هاي الخبرة، شنو الخبرة اللي نحصلها من لبنان؟ الشباب يحششون ينكتون شوية، شو تريد تبولة تجيبونا من لبنان؟ شو عندنا من لبنان؟ يعني والله انت تحكينا برمضان، والله ما ادري، والله التبولة على قولتهم الشباب، يعني ما يعني تدري اكو احيانا ارتباطات دولية وارتباطات اقليمية تفرض على كل دولة، يعني اكو دول هواية تتحالف مع دول اخرى ما لها اي تأثير على وجودها، لكن هو انت تتحالف مع لندن، مع بريطانيا، مع القرار البريطاني في موضوع ما، يطلب منك ان تتحالف مع دولة اخرى، ان تذهب الى باريس وتطلب اسلحة، تطلب تسليح، يجوز يقول لك روح على لبنان، تطلب واشنطن يقول لك روح على الاردن، هذه يعني بديهيات حقيقة، هذه سياسات دول ماكو بها اعتراض، هم ما بها مشكلة، هسه لبنان هم مشكلة، خلينا نتعاون وياهم نعطيهم نفط، لكن الحقيقة نريد قرار بإدارة الدولة، ونريد ان يكون هناك التفاف على رؤيه جديده تبعد القرار السياسي عن الارتهان الخارجي حتى لا نكون تبعيه. ومساله الاقتصاد مثل ما ذكر لك الضيف الكريم، اطمئن بمساله اقتصادنا وعدم انهياره، مضمون ترى، محمي فلوسنا مال النفط محميه ومضمونه، ما حد يقدر يوصلها، ما حد يقدر يلعب بيها، وخزينها موجود. ولذلك ما ذهب الى الاستاذ الفاضل اللي ذكرته سيد مظهر محمد صالح، نعم صحيح، الخزين العراقي والقدره العراقيه موجوده، والعراق عنده ثروات وخيرات، مشكلتنا في الاداره، في اداره هذه الخيرات، في اداره البلد، في اداره التنوع العرقي الطائفي الديني، هاي المسميات الحلوه، كل مشكلتنا بالاداره. ونسأل الله برمضان أنه يتهيأ عقل حكيم ويلتف مع بعضه ويكون بمستوى طموح الشعب العراقي. طيب. أما أنه نستفاد من لبنان فوالله ما نستفاد كل شيء، يعني إحنا إذا نسوي هذا الجادرية، الكورنيش مال الجادرية هذا بعد أمتار، إذا نسويه أحسن من هاي الكورنيش مال لبنان كله على 40 متر 40 كيلومتر. هاي لبنان اللي كانت دولة. ما أعرف الأسماء اللي تطلق عليها للأسف، لكن أسأل جنابك، تتوقع أنت تقول عندنا ثروات وعندنا ما شاء الله ما يكفي للعراق، على طاري إدارة الخبرات وإدارة البلد، أكو حكومة راح تتشكل يفترض، أكو تفاهم قدم الإطار التنسيقي، ما أعرف السيد الصدر ينجح بتشكيل الحكومة ما ينجح بتشكيل الحكومة، تبعات ذلك على الاقتصاد العراقي، الحكمة السياسية القادمة، المشوار السياسي القادم للعراق بحكمة يستفاد من استنهاض الطاقات العراقية برأيك؟ بدقيقة لو سمحت. شكرا، سؤال مهم. المشروع اللي انطرح والفكرة اللي انطرحت الآن، أنا أحيي كل الأطراف، أحيي حتى الإطار المعترض على آلية تشكيل الحكومة الجديدة، لأنه وضع قيمة للعملية الديمقراطية بهذا الاعتراض ووفق الأطر الدستورية، يذهب إلى المحكمة ويعترض ويقول ويحاول بكل الطرق، لكن أنا أقول بأنه الأمور وصلت إلى وضع جديد ووضع جميل، بأنه إحنا نذهب إلى الدستور. الرؤية اللي وضعها التيار الصدري، التحالف الثلاثي في عملية إدارة الدولة، هي رؤية جديدة بالتأكيد ستكون بنتائج جيدة في عملية توزيع وعملية إدارة الثروات وتقديمها للمواطن بشكل خدمات فعلية على أرض الواقع. جميل. طبعا هذا ما يعني أنه إحنا راح نتشكل الحكومة ورا شهر نشوف كل شيء، لا، نتحدث عن الألف ميل تبدأ بخطوة، وهذه خطوة صحيحة، وأنا أرى أن البلد يسير بالاتجاه الصحيح.